السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة منير القريشي. راح أخذكم على أماكن الجميلة داخل مانيلا باي، وتشوفون معي من خلال عدسة الجو برو 11. بالمناسبة صورت من الفلوق الخامس إلى الآن في الجو برو 11، أبي رأيكم كيف التصوير، هل هو كويس ولا عادي، ولا أرجع الكاميرا القديمة اللي فيها اهتزازات كثيرة. أول لقطة نأخذها من مانيلا باي. مانيلا باي بالعربي معناته خليج مانيلا. كالعادة لازم كل صباح مشروبي المفضل اسبريسو. رحلة البحث عن اسبريسو داخل مانيلا باي، نشوف إذا عندهم. ولكم يا متابعين قناة منير القريشي، أكبر قلب في مانيلا باي. أنت إنسان حبيب، تحب، والحب طبيعي طبعا لجميع البشر. الغريب لقيت شيء هنا في مانيلا باي، كل هذه أقفال عن المحبين والعاشقين. جوي Heart, love, joyce. I don't know. Oh, jet, heart, joyce. إذا كان الاسم صحيح. في أشياء قديمة هنا. شوفوا. الله يعين بس. كل هذا حب. شوفوا شوفوا الأقفال. لكن نير أبروفز، إذا تحب وش المشكلة، حب. حتى في أزمة كورونا في خليج مانيلا وعلى الرصيف في خليج مانيلا حاطين لك طبعة صفراء، معناتها خل بينك وبين الآخر مسافة بالإنجليزي. وما زالت رحلة البحث عن إسبريسو مستمرة. زي ما تشوفون المطاعم اللي وراي كلها أغلبها مسكرة لأن ما في ناس، دراسة، عشان كذا ما يفتحون. وما زالت رحلة البحث عن إسبريسو مستمرة. رحت الجهة هذه أغلب المطاعم مسكرة، أروح الجهة الثانية جهة ملاهي سكاي رانش، أروح أشوف يمكن عندهم كافي، أبى أشوف.
في خليج مانيلا أكثر شيء حصلته القطاوة، ما أدري يبيلها تونة، ما أدري. وأبشركم أخيرا لقيت قهوتي المفضلة إسبريسو، هالمرة بأخذها من ستاربكس. مع الإسبريسو كل صباح لازم نحليها. عارف انك بسكوت وبعد شي بيجعني ضرسي. يلا الدنيا وناسة والدنيا حلوة والحياة ماشية والاغنية فوق شغالة فوق راسي، يا رب ان اليوتيوب ما يسوي عليها مونتايز. وبالمناسبة يا جماعة الخير، ترى هذا راح يكون اخر فلوق لي في الفلبين، راح نصور ان شاء الله فلوقات ثانية لما ارجع السعودية، وإن شاء الله بصور فلوقات لما أرجع فلبين مرة ثانية السنة القادمة إذا الله حيانا. إذا كنت في خليج مانيلا أو مانيلا باي، بإمكانك الاستمتاع بالأجواء الجميلة والطبيعة بدون جيعان. إذا إنك جيعان عطشان تمر على الكشكات، هنا كشكات البطاطس، سندويشات، شاورما، بوب كورن، أي شيء، عصير الليمون، الأجواء هذه ولا أحلى.